معايا الآن واحد من أساطير كرة القدم الهولندية، واحد من لاعبين الوسط المهمين جدا، أرون وينتر نجم إنتر ميلان وأياكس السابق، معايا عبر زوم الآن. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Thank you very much. شكرا جزيلا على مقدمتك، ومساء الخير للجميع وخصوصا للتلفزيون المصري والجماهير المصرية بالطبع. بالتأكيد قبل أي شيء هسألك عن المنتخب الهولندي. في مصر هنا نعشق المنتخب الهولندي، نحب المنتخب الهولندي، نعرف ونعلم ونحب كثير من أساطير ونجوم كرة القدم الهولندية، ولكن المنتخب الهولندي منذ سنوات بعيد عن المنافسة الكبيرة سواء في البطولات العالمية أو البطولات الأوروبية. في رأيك لماذا ابتعد المنتخب الهولندي في السنوات الأخيرة؟ نعم، كما تعرف إذا كنت تشاهد آخر مباريات للمنتخب الهولندي نحن نفتقد الجودة السابقة كما كان الحال في السابق. نعم لدينا فرانكي دي يونغ، ولكن لدينا بعض الإصابات وبعض الغيابات في التشكيلة الحالية. التشكيلة الحالية تفتقر للكثير من الأمور السابقة التي تستطيع أن تصنع الفارق على المستطيل الأخضر. إذا سألتني فسأقول أننا نفتقد للجودة في المقام الأول، وهذا هو أهم أمر. إذا كان لديك الموهبة أو الكثير من المواهب فيمكنك أن تشكل فريقا جيدا. إذا كان لدينا لاعبون كما كان الحال في الماضي في المنتخب الهولندي، فأعتقد أن كل لاعب في الماضي كان يستطيع أن يصنع الفرق مع المنتخب، والآن المنتخب يجب عليه أن يتحلى بهؤلاء اللاعبين، اللاعب الذي يستطيع أن يصنع الفارق. الفترة القادمة يجب علينا أن يتحلى فريقنا بالمواهب اللازمة. هذا عن المنتخب الهولندي، ونفس الأمر على الدوري الإيطالي، وأنت واحد من نجوم الدوري الإيطالي الكبار سواء مع نادي لاتسيو أو مع نادي إنتر. لماذا تراجع أيضا الدوري الإيطالي بين الدوريات الأوروبية الكبرى؟ كرة القدم عموما في إيطاليا أو في العالم عموما آخر 20 عاما تغيرت تماما، وخصوصا في أوروبا. الآن نجد أفضل الدوريات لا تستطيع أن تقارنها، أفضل الدوريات لا تستطيع أن تقارنها بما كان الحال في الماضي. فالدوري الإسباني الآن، الدوري الإسباني في الماضي كان الأفضل على الإطلاق. كان لديك فريقان يفوزان بكل البطولات العالمية، وكان لديه لاعبون كبار وأسماء كبيرة، ولكن الآن الأمر اختلف. ولكن تجد الآن أفضل اللاعبين الآن ينتقلون إلى الدوري الإنجليزي، حيث الجماهيرية الأكبر. تجد أيضا بعض اللاعبين يفضلون الدوريات العربية لأجل الكثير من الأموال، فبالتالي الأمور تتغير، ليس كما الحال في الماضي، وإنما في الماضي كان يوجد الكثير من اللاعبين في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، وباقي الدوريات كانت تتحلى بالمواهب والنجوم والأسماء الكبيرة، والأمر لم يكن كما هو الحال الآن. في الوقت الماضي كنا نرى الدوري الإنجليزي من أفضل الدوريات، وكنا نرى باقي الدوريات تنافس، ولكن الآن من الصعب منافسة الدوري الإنجليزي. الآن الأمر لا تستطيع أن تقارن بين الدوري الإنجليزي وأي دوري، هناك فارق كبير، وهذه حقيقة. الآن تستطيع أن ترى الآن الأمور بوضوح، أن يوجد الكثير من الأندية التي تحاول وتجتهد، ولكن ليس كما الحال في الماضي. واحدة من أهم مميزات الأندية الهولندية والدوري الهولندي إنه كان مصدر دائم للاعبين الكبار في العالم. بنتكلم على أياكس، بنتكلم على PSV، بنتكلم على فاينورد، بنتكلم على أندية كبيرة في هولندا كانت تصدر أعظم اللاعبين للعالم. حتى ده أصبح لا يحدث بشكل كبير جدا من هذه الأندية. من السهل الإجابة عن ذلك إذا كنت تراقب الكرة الهولندية مؤخرا. الأسماء والمواهب قلت كثيرا أو الجودة قلت كثيرا. نحن نفتقد حتى للاعب القائد. هذا حدث بالفعل. رأينا الكثير من اللاعبين ينتقلون ويذهبون خارج الدوري الهولندي، ولكن إذا شاهدت قبل ذلك بسنوات كان لدى الدوري الهولندي لاعبون جيدون جدا في كل الدوريات العالمية. خرجوا لأكبر الدوريات، ولكن بعد 3 سنوات لم يحققوا النتائج المرجوة وذهبوا لأندية أقل. وهذا هو السبب أن تأخذ الخطوة من أياكس وتذهب إلى نادي كبير. هذا أمر صعب أن تحافظ على هذا المستوى. ويجب عليك أن تتحلى بصفات خاصة إذا أردت أن تنافس بطولات كدوري الأبطال وأن تنافس على هذه الألقاب. ما نراه الآن على سبيل المثال من أياكس ليست أفضل بداية. الفريق يلعب بمستوى سيء جدا، لا يوجد قيادة خاصة بالفريق، لا يوجد اللاعب القائد كما ذكرت. وهذا هو السبب وراء الكارثة التي يعيشها الأندية الهولندية. أتذكر في وقت من الأوقات كنت تلعب أنت ومعك ميدو من مصر وزلاتان إبراموفيتش. كان جيل عظيم لأياكس. نعم. تعرف الوقت الذي لعبت فيه بجوار ميدو كان فريقا شابا جدا. ميدو كان لاعبا رائعا. أنا يمكن أن أقارنه بمسيرة محمد صلاح في البداية. محمد صلاح أيضا تطور كثيرا وميدو كان يتطور كثيرا. كان لاعبا رائعا وهو أثناء فترة شبابي في أياكس، وأنا كنت أكبر قليلا حينما كنت ألعب مع أياكس، ولكن كان لدينا فريقا رائعا. كان لدينا لاعبون رائعون أيضا. لقد حظينا بأوقات رائعة مع أياكس في هذا الوقت. لعبنا بشكل رائع وظهرنا بمستوى كبير. وأيضا ميدو على المستوى الشخصي هو شخص رائع، وأنا أريد أن أحييه على الهواء. أنا زرت مصر في أوقات كثيرة ويوجد بيني وبينه بعض التواصل. هو رجل متواضع وإنسان طيب على المستوى الشخصي. أنا تشرفت بأن أشارك اللاعب المصري في مسيرتي في أياكس. التحية موصولة معاك كمان للنجم الكبير كابتن أحمد حسام ميدو، واحد من أهم المحترفين في تاريخ كرة القدم المصرية. الاسم العظيم في هجوم عدد كبير من الفرق العالمية.